ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والأسبوع العشرين من هنا من مسرح الأولد ترافورد في أيام صاف الدهر فيها اليونايتد ونفض غبار الهزائم لليونايتد، وفي أيام بعد أن كان القلب ليس فيه مكان إلا ورف بالحزن وأكانت المباريات ما هي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والأسبوع العشرين من هنا من مسرح الأولد ترافورد في أيام صاف الدهر فيها اليونايتد ونفض غبار الهزائم لليونايتد، وفي أيام بعد أن كان القلب ليس فيه مكان إلا ورف بالحزن وأكانت المباريات ما هي ترجمة إلا للأمل، والمرور مر بصورة جميلة، يا سلام ما هي ترجمة إلا للأمل، والمرور مر بصورة جميلة، يا سلام الله يا سلام على اليونايتد في ايام قد صافتهم الانتصارات، وانطلاقه هنا امامنا ما تتمشي وين، في ايام قد صافتهم الانتصارات، وانطلاقه هنا امامنا ما تتمشي وين، يا سلام على البينيه وداخل منطقه الجزاء، ولكن خروج الى اسمير بيجو، يلعبها هيريرا الى لينجارد العرضيه والراسيه من للأمام جوردان أبييه، تمريره ملعوبه 1-2 والثالثه ماشيه وين، أشليونغ الكره العرضيه والابعاد بعد ذلك عن النقل امامنا، يا سلام داخل منطقه الجزاء والتسديده، الله والتمريره هنا امامنا، بول بوجبا الكره في الامام جانب أشليونغ غيريرا العرضيه والراسيه، يا الله ويا محشر الحاضرين، لحظة ملعوب الكرة مباشرة تمر الكرة الماضية، أن الضغط كان جوزي مورينو، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء والرأسية وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج من رائحة السير قد أتى وهو سولشاير، كرة ملعوبة كرة ملعوبة مباشرة بوجبا، وانت مغمض قول بوجبا تغيير اتجاه اللعب من جانب بول بوجبا والانطلاق، قايريرا يلعبها هنا امامنا ولكن يمر ما عنده مشاكل، مارسيال بتمريره، وينك يا بوجبا، يا الله وين غاب بوجبا، فجود بالموجود، واليونايتد بمن حضر وابداعه، المحاولة لكرة عرضية لكن يأتي بعد ذلك هنا الاستلام وتقدم للأمام، هنا العرضية لكن يأتي بعد ذلك هنا الاستلام وتقدم للأمام، هنا العرضية والرأسية وفي الجول، لا تنساه أبدا جماهير اليونايتد، لا تنساه أبدا هذا الفضل الذي قدمه، ملعوبة بصورة ممتازة ومحاولة للبحث عن كرة عرضية لكن التغطية حاضرة، مارسيال يبحث، لا تنساه أبدا جماهير اليونايتد، لا تنساه ابدا هذا الفضل الذي قدمه، ملعوبه بصوره ممتازه ومحاوله للبحث عن كره عرضيه لكن التغطيه حاضره، مارسيال يبحث عن المرور، مر مارسيال والكره العرضيه وكره ما اجملها الله، الاستلام وعلى العرضيه هنا يشفر لبول بوجبا، الكره ملعوبه الى أشليونغ والى خارج ارضيه الملعب، تخيل معي ما يلتفت للنقد بصوره كبيره جدا، وتجد لا يلتفت للنقد بصورة كبيرة جدا، ابدي الكرات اسهل درب للوصول لمرمى دقيقة، كرة مبعدة مباشرة، مبعدة الكرة بالسلامة لدينا لاعب ساقط على ارضية الملعب بالسلامة، لينجر يقطع قول كل خطيب، انطلاقة امامية والكرة العرضية تصل الى قال عادت لبول بوجبا قال له هاك دلع نفسك يا لوكاكو، والكرة دقيقة كرة مبعدة مباشرة مبعدة الكرة بالسلامة لدينا لاعب ساقط على ارضية الملعب
بس سلامة لينجر يقطع قول كل خطيب. انطلاقة أمامية والكرة العرضية تلوكاكو والكرة ملعوبة السلام. كانت تتغنى بأتراح. كرة ملعوبة للأمام ومحاولة هنا ونقلة في الأمام. بول بوجبا يا السلام بصورة ممتازة يلعبها أمامية الإبعاد عن طريق ناثان أكي يلعب الكرة نقلة هنا أمامنا وبالسلامة بالسلامة. تدخل بقوة في اللقطة الماضية من جانب إريك بيلي وبطاقة بطاقة للأمام ومحاولة للتقدم داخل منطقة الجزاء والإبعاد مباشرة. كرة حول مقطع قول كل خطيب انطلاقة أمامية والكرة العرضية تصل إلى قال عادت لبول بوجبا. بوجبا قال له هاك هاك دلع نفسك يا لوكاكو والكرة ملعوبة يا السلام رباعية وما أجمل ما عليها داعي يا هيريرا. ملعوبة الكرة تتعالى أهازيج جماهير اليونايتد منادية مطانة سولشاير هنا استلام أمامنا ومحاولة داخل منطقة الجزاء والكرة إلى أحضان حارس المرمى ديخيا إلى أحضان حارس تجريد بس بلا سبب هنا العرضية وإلى خارج أرضية الملعب وبرضو لها الصفقة مباريات واذكر تماما وفي 12 دقيقة سجل 4 أهداف سولشاير. لا تنساه أبدا جماهير اليونايتد لا تنساه أبدا هذا الفضل الذي قدمه. كرة ملعوبة بصورة ممتازة ومحاولة للبحث عن كرة عرضية لكن التغطية حاضرة. مارسيال يبحث عن المرور مر مارسيال والكرة العرضية وكرة ما لها داعي يا هيريرا. ملعوبة الكرة تتعالى أهازيج جماهير اليونايتد منادية مطانة سولشاير هنا استلام أمامنا ومحاولة داخل منطقة الجزاء والكرة إلى أحضان حارس المرمى ديخيا إلى أحضان حارس تجريد بس بلا سبب هنا العرضية وإلى خارج أرضية الملعب وبرضو لها الصفقة مباريات واذكر تماما وفي 12 دقيقة سجل 4 أهداف سولشاير. لا تنساه أبدا جماهير اليونايتد لا تنساه أبدا هذا الفضل الذي قدمه. كرام العقبة بوجبا قال له هاك دلع نفسك يا لوكاكو والكرة ملعوبة يا السلام رباعية وما أجملها ما لها داعي يا هيريرا. ملعوبة الكرة تتعالى أهازيج جماهير اليونايتد منادية مطانة سولشاير هنا استلام أمامنا ومحاولة داخل منطقة الجزاء والكرة إلى أحضان حارس المرمى ديخيا إلى أحضان حارس تجريد بس بلا سبب هنا العرضية وإلى خارج أرضية الملعب وبرضو لها الصفقة مباريات واذكر تماما وفي 12 دقيقة سجل 4 أهداف سولشاير. لا تنساه أبدا جماهير اليونايتد لا تنساه أبدا هذا الفضل الذي قدمه. كرة ملعوبة بصورة ممتازة ومحاولة للبحث عن كرة عرضية لكن التغطية حاضرة. مارسيال يبحث عن المرور مر مارسيال والكرة العرضية وكرة ما أجملها الله الاستلام وعلى العرضية وتقدم هنا ياتي الكرة العرضية جوشوا كانك ابدي الكرات اسهل درب للوصول لمرمى ديخيا كرة مبعدة مباشرة الكرة بالسلامة لدينا لاعب ساقط على ارضية الملعب بالسلامة. لينجر يقطع قول كل خطيب انطلاقة امامية والكرة العرضية تصل الى قال عادت لبول بوجبا. بوجبا قال له هاك تجريد بس بلا سبب هنا العرضية والى خارج ارضية الملعب وبرضو لها الصفقة مباريات واذكر تماما وفي 12 دقيقة سجل 4 أهداف سولشاير. لا تنساه أبدا جماهير اليونايتد لا تنساه أبدا هذا الفضل الذي قدمه. كرة ملعوبة بصورة ممتازة ومحاولة للبحث عن كرة عرضية لكن التغطية حاضرة. مارسيال يبحث عن المرور مر مارسيال والكرة العرضية وكرة ما أجملها الله الاستلام وعلى العرضية هنا يشفر لبول بوجبا الكرة ملعوبة وتقدم هنا ياتي الكرة العرضية يا جوشوا كانك ابدي الكرات اسهل درب للوصول لمرمى ديخيا كرة مبعدة مباشرة الكرة بالسلامة لدينا لاعب ساقط على ارضية الملعب
بس سلامة لينجر يقطع ونقله في الامام. بول بوجبا يا سلام بصوره ممتازه يلعبها اماميه الابعاد عن طريق ناثان اكي يلعب الكره نقله هنا امامنا وبالسلامه بالسلامه تدخل بقوه في اللقطه الماضيه من جانب اريك بيلي وبطاقه ناقل للامام ومحاوله للتقدم داخل منطقه الجزاء والابعاد مباشره كره حول منطقه الجزاء والتقدم هنا امامنا والتسديده ونقله في الامام. بول بوجبا يا سلام بصوره ممتازه يلعبها اماميه الابعاد عن طريق ناثان اكي يلعب الكره نقله هنا امامنا وبالسلامه بالسلامه تدخل بقوه في اللقطه الماضيه من جانب اريك بيلي وبطاقه ناقل للامام ومحاوله للتقدم داخل منطقه الجزاء والابعاد مباشره كره حول منطقه الجزاء والتقدم هنا امامنا والتسديده والى خارج ارضيه ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكره القدم والاسبوع العشرين من هنا من مسرح الاولد ترافورد في ايام صاف الدهر فيها اليونايتد ونفض غبار الهزائم لليونايتد وفي ايام بعد ان كان القلب ليس فيه مكان الا ورف بالحزن واكانت المباريات ما هي ترجمه الا للأم والمرور مرهم ضمن منافسات الدوري الانجليزي لكره القدم والاسبوع العشرين من هنا من مسرح الاولد ترافورد في ايام صافت melihat hasil yang dicapai anak didik hari ini kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menghadapi lawan berikutnya sebuah kesyukuran bahwa kemenangan berpihak pada Kudai FC jadi pertandingan berikutnya kita lihat tadi pertandingan yang pertama Linonggasai ya kalau dari hasil-hasil yang telah dicapai kami hanya ingin mempertahankan saja dari pertahanan dan serta ketajaman sisi strikernya jadi untuk melawan Linonggasai tidak ada trik-trik khusus ataupun teknik-teknik yang harus kami siapkan melainkan fisik dan stamina saja dari pemain. Terima kasih. Jaya Kudai. Oke. Kudai bisa. 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 Bisa.